شاهد على روحك يا حلاتها. مفيش، اغمى عليه بس. طب يلا امشي بسرعه، انت عارف ده مين؟ ما لحقناش نتعرف والله. ده البلطجي بتاع الحته واصحابه ما يتعدوش، لو صحي وشافك مش هتطلع من هنا سليم. طب وانتي؟ انا ايه، هو شافني اصلا؟ ده لو فوقته دلوقتي هيشكرني. يلا امشي. بس في ايه تاني؟ انا متشكل يا عم، انت لسه هتسبن؟ امشي بسرعه، اوعى تيجي هنا تاني لا يقطعوك. شفتوا اللي حصل لي؟ ما كنتوش هتشوفوني تاني ابدا. دخلت فيلم اكشن ما اعرفش عملته ازاي، بس فجاه قلب رومانسي. هو الواد حلو بصراحه. كان بيسبب لي شكلها ايه بقى البنت دي؟ قمر ولا موناليزا؟ يخرب بيت عقلك، الموناليزا حته واحده احلى كمان. انت اصلك ما شفتش هي عامله ازاي؟ اسمها ايه بقى الموناليزا بتاعتك دي؟ ايه؟ اسمها ايه؟ معرفش. معرفش؟ طب هتقابلها تاني امتى وازاي؟ برضو معرفش. كل حاجه معرفش. قوم يا انت من هنا، قوم قوم، بلاش قلب دماغ. يلا يلا يا عم. ايه يا عم في ايه؟ وانا لسه تلميذ عندك في المدرسه؟ وريتك تلميذ عادل، تلميذ خيبان. انت عارف يا نادر لما كنت في سنك؟ لا ارحمني من حواديتك دي. استنى افهمك، وانا شاب صغير افهمك. انا بقى انا امي زمانها مستناني في الصاله دلوقتي ورافعه لي الشبشب، لازم امشي. سلام. طب استنى استنى ما تشوف اللوحه هتوصل لحد فين. هاجي لك بكره يا ابني. استنى. باي باي. يعني انت سبتني ملطوعه هنا ورحت عديت على سي شاكر ده الاول؟ معلش يا ماما، انت عارفه ان راجل كبير ومحدش بيسال عليه غيري، وهاكله بثوابه. ما هو لو كان اتجوز وخلف زي بقيه الناس كان لقى حد يسال عليه. معلش، كل واحد دماغه مريحه. ايوه، اوعى بقى دماغك تطلع زي دماغه وتتجنن وتفكر تعيش عازب زيه كده. لا ما تقلقيش، من ناحيه ده ناوي اتجوز اربعه. انا ما بهزرش. بقول لك ايه، عارف ابوك الله يرحمه لما جه يتقدم لي كان اصغر منك بيجي 3 4 سنين. طب مش يمكن يكون هو ده السبب اللي خلاه ما يعمرش كتير في الدنيا يا منيرة؟ اخرس يا قليل الادب، قصدك ايه؟ انا اللي جبت اجله يعني؟ بهزر معاك. الله، انا ما بهزرش، قلت لك بتكلم بجد. بقول لك ايه، خالتك نهد وبنتها جيهان جايين يتغدوا معانا بكره. بجد؟ ينوروا. هو ايه اللي ينوروا؟ وانا بستأذن منك؟ انا بقول لك عشان تعمل حسابك انك تيجي على الغدا معاهم بكره، فاهم ولا لا؟ حاضر يا ماما. طب انا هنام بقى عشان عندي شغل بدري الصبح. ماشي، صباح الخير. وانت من اهله.
نادر، اصحى يا نادر. يلا يا حبيبي، الساعة بقت 7:30، هتتأخر على المحكمة. طيب. يا صباح الفل. أنا مش عاجبني الحركات اللي بتعمليها أنت وأختك دي يا نهد. ليه بس يا حاج؟ البت مش بايرة عشان تقعدوا تدللوا عليها، عيب كده. فشل بقى بنتي أنا بايرة؟ طب دي جيهان دي ست البنات. قول لنفسك، وبعدين البت لسه صغيرة، بلاش الحركات دي. حركات إيه بس يا حاج؟ أختي وبزورها فيها إيه بقى؟ يا نهد. يا حاج، يا حاج، ده نادر، ده انت عارفه كويس، ده اي اب بيتمناه عريس لبنته. ما قلناش حاجه، بس دي بنتي، بنتي لطفة ابو زهره، يعني تقعد وتحط رجل على رجل وتشاور على العريس اللي هي عايزاه. طب اذا كانت هي عينيها منه بقى تقول ايه؟ هي قالت لي كده؟ لا يا اخويا، هي ما قالتش ولا حاجه، دي حاجات تتقال. خلصوا بقى الموضوع ده، اوامر، تقفلوا عليه، ما تفتحوش تاني خالص. حاضر يا اخويا، حاضر يا اخويا، هنقفل وادينا قفلنا اهو اهو. لا حول الله يا رب. انت هنا ليه؟ مش عندك محكمه النهارده؟ القاضي اجل القضيه شهر. صباح الخير يا استاذ. صباح النور، عمل خير القاضي. تعال ورايا عايزك. حاضر. خير يا استاذ. فاكر قضيه مصنع السيراميك؟ ايوه يا فندم. انت عارف ان لها جلسه بعد اسبوع؟ ايوه عارف. طيب فاكر حسنين عمران؟ مش ده اللي كان مدير الشركه من 5 سنين؟ بالظبط. اقعد. حسنين عمران كلمني امبارح بالليل، والظاهر ان له طار قديم مع المدير اللي موجود دلوقتي، وعايزين بقى نقوم بالواجب. طبيعي يا فندم، اصل المدير الجديد لما جه دور ورا حسنين وطلع عليه مخالفات كتير، وعمل هليله كبيره بالموضوع ده. ياه، انت عرفت الكلام ده منين؟ من ملف القضيه. ملف القضيه مكتوب فيه الكلام ده؟ لا مش مكتوب فيه كده طبعا، بس في كام حاجه كده لما دعبست وراهم عرفت الكلام ده. واضح ان انت فاهم كويس جدا. حسنين بقى عايز يرد القلم للزبون، ومعاه ورق يوديه في 60 داهية، بس ليه شرط، ما يظهرش في الصوره خالص. وماله يا فندم، نبان احنا، وهي مصلحه واحده في الاخر. طيب انا كلمت حسنين واتفقت معاه انك تروح له وتاخد منه الورق وتبص فيه، في اي ملحوظه، في اي حاجه مش واضحه تساله. مفهوم. ده بقى عنوان الشركه بتاعته، بس اوعى تروح للشركه عشان محدش يحس. حاضر. في كافيه اول الشارع، اول ما توصل عنده تكلمه في التليفون، هو هينزل لك على طول. حاضر. واضح كده؟ واضح. تمام. واضح. توكل على الله. مع السلامه. توفيق. شكرا. هو انت ما عندكيش غير خالتي قالت وعمتي سوت؟ ايه هو انتوا عيلتكم دي ما بتخلصش يا بنتي؟ احنا اقل بيت بيخلف 7-8 عيال، مش زيكم خايفين تخلفوا عشان مش لاقيين تاكلوا. خش يا بنت، الفلوس اللي في شويله مش عارفين تعدوها من كترها. حنين، اللي واقف هناك ده شبه ابن خالتي. اشرف. صح هو. والله يا بنتي الواد ده باين عليه بيحبك، شوفي بيبص لك ازاي. ريحي نفسك، ما ينفعش، احنا اخوات في الرضاعه. وبعدين لو عاجبك قوي انا ممكن اكلمهولك واخليه يرضى بيكي. امشي، ده يغور عشان من ريحته. يلا اسبقوني، انت هشوف عايز ايه واجيلك. ماشي، بس ما تاخدهاش حجه عشان تفضلي واقفه هنا طول النهار، ورانا شغل. يلا. صباح الخير. صباح الفل. ايه تتجوز؟ متجوز ليه؟ انا جاهز تلف. طب تعالى نقف بعيد شويه، مش طالبه المدير يشوفني هو حاططني في دماغه اصلا. ايوه حسنين بيه، انا وصلت الكافيه خلاص اهو. ساعة؟ ليه بس؟ احنا مش متفقين على الميعاد مع بعض. هروح فين يعني؟ هستناك طبعا. يا ريت لو سمحت. متشكر قوي، مع السلامة. تاني يا اشرف، انا مش فاهمة انت بتودي الفلوس دي كلها فين؟ ما انت عارفة يا نونو، المرتب ده تعبان على الاخر.
لا المرتب كويس، لكن الحباب اللي انت بتشربه ده هو اللي منفضك اول باول. وحياتك عندي ابدا. بس انت فاهمه انا مستلف من طوب الارض، اول لما باخد القبض بقى كل واحد ليه حاجه بيجي ياخدها. ايه قلت ايه؟ ماشي، هما 300 جنيه مفيش غيرهم، واعمل حسابك دي اخر مره هتطلب مني فلوس يا اشرف. ملهمش بقى اي لازمه الكلمتين دول، انت عارفه كويس ان هي مش هتبقى اخر مره. بس عموما ربنا يخليك ليا ست البنات، يلا سلام. استنى هنا، ايه الندله بتاعتك دي؟ مفيش ازيك، عامله ايه؟ ولا انت ضربت على الفلوس كده وخلاص شكرا؟ والله ابدا، انا بس مش عاوز اخرك على الشغل عشان ما يحصلكيش مشكله. عموما انا هشحن دلوقتي واكلمك، يلا باي. انا والله العظيم بدات اشك ان الواد سحر، اللي يشوف كده يقول ان هو اللي ابن اختك مش انا. هو من خيبتك خاله لو سمحت. يا حمار افهم، انا نفسي تبقى انت دراعي اليمين في كل حاجه، لكن انا جربتك كذا مره وما فاتش. خاله بقول لك يبطل افتراء ويقول ان الواد عاجبك عشان بيتمحلس لك. انت عارف ان نادر مش بتاع كده، وبعدين انا مش ههبل عشان عيل صغير يضحك عليا. الواد كويس فعلا وعارف شغله، وانت بدل الغيره ولعب العيال اللي بتعمله ده بص على شغله اتعلم منه. انا اتعلم من ده ليه؟ ان شاء الله يا خالو ده يا دوب ساعي بتبعته يودي ورقه ولا يجيب ورقه وخلاص. لا يا حبيبي مش ساعي وورقه، هو بيروح هناك ويبص في الورق وبيفهم وبيسال صاحب الورق لو فيه مشكله، لكن انت لو اداك ورقه بفره هتلفها وتحطها في الشنطه وتيجي على هنا. ماشي يا خالو، بكره هتعرف امتى خليه ينفعك. بعد اذنك. تؤمر بحاجة تانية يا فندم؟ متشكر. ايه ده؟ ايه الصدفة دي؟ دي احلى صدفة في الدنيا. بس عارفة ان انا مش متفاجئ؟ ليه؟ هو انت كنت عارف ان انا بشتغل هنا؟ لا بس كنت عارف انت ساكنة فين بصراحة، فقلت اكيد يعني ان احنا هنتقابل تاني يا حنين. اسمك حلو قوي. لو عامل حسابك اني ممكن انقذك من اي مصيبه تقع فيها تبقى غلطان، ده مكان شغلي وانا مش عايزه فيه مشاكل. لا والله انا مش بتاع مشاكل خالص. طيب على فكره احنا بنعمل هنا تشيز كيك حلو قوي، تحب اجيب لك؟ لو عاجبك اكيد هيبقى حلو. ماشي هجيبها واجي على طول. حنين. نعم. نادر. نعم. اسمي نادر. ما هو انت اكيد بتقولي في سرك مين قليل الذوق ده اللي عارف اسمي وما قالش على اسمه. اهلا وسهلا. اهلا بيك. عن اذنك. اتفضلي. لو سمحت. بصي بقى يا منيره يا اختي، جيهان هي اللي جابتني بدري النهارده، قال ايه عايزه تعمل الغدا بنفسها علشان ما تتعبكيش. حد يصدق ان جيهان بنت امبارح تقوم بغدا اربع تنفر لوحدها؟ بنت امبارح ده ايه، ما هي كبرت وحلوت اهي وبقت عروسه زي القمر ما شاء الله. هو نادر راح الشغل ولا ايه؟ يا حبيبتي، بس هيجي على الغدا ان شاء الله. ده يا حبيبي فرح قوي لما عرف ان انتوا جايين لنا النهارده. لو ما عجبتكش مش هخليك تحاسب عشان ما تقولش ان انا بدبسك او حاجه. كده تعجبني طالما عجبك. على اذنك. اتفضلي. اؤمر يا فندم. ايه يا نسا حنين؟ انا فضلي النهارده خالص يعني. لا يا فندم ما اقدرش، ده حضرتك زبوننا. حضرتك عارف هتختار ايه ولا اجيب لك المنيو تختار؟ انا خلاص اخترت من زمان قوي، بس اللي اخترته تعبني قوي. اتفضل حضرتك مليني الاوردر. مالك يا حنين ما كنتش مبسوطه؟ البيه بتاع كل يوم ده مالك؟ طلب ايدك؟ مش ناقصاك يا نجوى، كفايه عليا لسه الظرف بتاعه. ما يمكن غرضه شريف. شريف ايه؟ انا فاهمه الحركات دي كويس. خد يا بنتي بلغ الاوردر بتاعه خلينا نخلص منه. ايه يا بنات الوقفه دي؟ واحنا جايين نشتغل ولا جايين نهزر؟ ابدا يا مستر، احنا بنبلغ الاوردر. طب يلا يا وام، مش عايز دلع. انا هروح اشوف شغلي يا مستر. استني يا حنين انا عايزك. نعم. فكرتي؟ وحضرتك ليه مش قادر تفهم ان دي مش سكتي؟ شوف لك واحده تانية وسيبني في حالي. بس انا مش عايز اي واحده، انا عايزك انت. الاسطوانه دي انا حافظاها كويس يا مستر. حضرتك متجوز وعندك عيال، يا ريت تركز في بيتك وعيالك احسن. طب ايه بقى اللي جاب سيره العيال والبيت في اللي احنا بنتكلم فيه؟ والعيب هم ما تحلمش بيه. نعم. اذا كان على الحرمانيه نكتب عقد عرفي. قلت ايه؟
هات لي قهوه يا ابني. من زمان يا حسام ما جتليش المكتب. والله كذا مره ببقى عاوز اعدي عليكي بس بتشغل بقى. يا نصاب. المهم سيبك بقى من الرغي ده كله وقولي لي اخبارنا ايه. لسه. لسه يعني ايه؟ اشرف لسه جديد ومحتاج شويه شغل. لا نسرين انت عارفه ان انا ما بحبش امور اللت والعجن بتاعت النسوان دي. احنا متاخرين بقالنا اكتر من شهر وزمايلنا بره بيشتكوا. انا عارفه والله يا حبيبي بس محتاجه شويه وقت عشان اقنعه. دي مشكلتك وانت اللي تحليها مفهوم؟ حاضر. النهارده يا نسرين تردي عليا النهارده. ماشي. سوري سوري يا استاذ نادر معلش اتاخرت عليك شويه. لا ابدا يا فندم تشرب ايه؟ لا لا ما عنديش اي وقت من فضلك ادي الورقه اهو بص عليه كده ولو في اي حاجه انا معاك. بالهنا والشفا يا فندم. استني بس مستعجله كده ليه؟ ايه ده اوعى ايدك وجعتك يا فندم. الاوردر قدامك في طلبات تانيه؟ اه عايزك تاخدي بالك مني شويه زي الترابيزه اللي هناك دي ولا لازم الواحد يبقى ملون عشان تاخدي بالك مني؟ يا استاذ عيب ما يصحش كده. عيب عليا انا برضه. لا عيب عليك انت. سيبي زبون بيجي يوماتي وتبصي لزبون اول مره تشوفيه صدقيني ما يغركيش الالوان دي. انا مش ابيض واسود بس لو جربتيني مش هتسليني ابدا. لا ده انت قليل ادب بقى. مات. انت بتقول ايه؟ ما تفوقي لنفسك سيبي نفسك ولا ايه؟ فين المدير الزفت دوت؟ ايه يا احمد؟ يا استاذ نادر من فضلك ما تشغلش بالك كل يوم في الكافيه ده بيحصل كده اكتر. من فضلك بص على الورقه. ايوه يا باشا امرني. انا عايز افهم دلوقتي انا باجي هنا بدفع فلوس ولا بتاكلوني صدقه؟ صدقه ازاي يا باشا ده خيرك على المحل كله. الهان طلبت منها اوردر جايبه لي اكل غير اللي انا طلبته ومش عاجبها اللي فتحت بوي وبزعها. والله العظيم يا فندم ده الاوردر اللي هو طلبه. انت تسكتي خالص ما اسمعش احسك. انت ايه هتعدلي على كلام الباشا ولا ايه؟ اتفضلي من هنا يلا اتفضلي. احنا اسفين جدا يا سعاده الباشا اسمح لي اخد انا الاوردر تاني. بعدين بعد ما الهانم بتاعتكم ما سدت نفسي ما عاشت ولا كانت يا باشا. انا هقرص لك ودانها والاوردر اللي نزلته غلط ده هيتخصم من مرتبها واحنا لينا بركه غير رضا سعادتك يا باشا. امرني كلام الورق يا استاذ نادر. تمام يا ريس انا فهمت كل حاجه. طب انا همشي الوقت ولو في اي حاجه خلي الاستاذ يكلمني. يلا السلام عليكم. مع السلامه. وعليكم السلام. ولا ادفع ثمنه ليه يا مستر؟ والله العظيم انا نزلت كل اللي طلبه. مش عايز مناقشه يا حنين. ده احسن زبون بيدفع تبس في الكافيه كله. ودي اول مره يعمل مشكله. يعني اكيد الغلط من عندك انت. والله العظيم هو اللي غلطان. خلاص الموضوع خلص. عشان تبقي تعرفي تعاملي ازاي الناس. وياكي. اياكي تخرجي بره قبل ما الزبون يمشي. احنا ما صدقنا هديناه. انت اللي غلطانه يا حنين. يعني عارفه ان الراجل عينه منك. ما تقولي له كلمتين كده تثبتيه. ده راجل قليل الادب يا صاحبي. ساعه ما شافني بتكلم مع ترابيزه خمسه وهو بيتلكك لي. وهو مين ده اللي على ترابيزه خمسه؟ اوعي تقولي لي قريبك والله شفط لك وشك. لا مش قريبي بس معرفه يعني. معرفه سود وما جابتلكيش غير المشاكل. بقول لك ايه؟ ما تعرفيني عليه كده ما دام نجمكم مش راكب على بعض. وهو يعني ما يبقاش خرج بره. بس الواد بصراحه امر. خلاص بقى. خلاص بقى بطلي عياط. معلش. شيك يا فندم. حضرتك اللي جايبه بنفسك؟ غريبه يعني. وايه الغريبه في كده؟ يعني انت مدير المكان امال فين بقيه الناس؟ مشغولين. حضرتك هتحاسب ولا في اسئله تانية؟ نورت. قلت ايه يا اشرف؟ والله يا مدام انا مش عارف اصلا بصراحه اللي حضرتك بتقوليه ده يخوف. يخوف ليه؟ ده احنا بنعمل خير. خير؟
اه طبعا، وخير كبير كمان. مش احسن من القرف اللي هم عايشين فيه هنا؟ اه احسن يمكن. لعلمك انا لولا اني عارفه ان ظروفك الماديه زي الزفت كنت شفت حد غيرك، بس قلت اشرف اولى بالقرشين اللي هيطلعوا من الشغلانه دي. كتر خيرك يا مدام. انت عارف انت هتاخد كام في المره؟ 10,000 جنيه. 10,000؟ طيب ممكن تسيبيني يومين افكر وارجع ارد عليك؟ لا انا مش فاضيه لك. هو نادر هيتأخر أكتر من كده يا منيرة؟ ده العيشة قربت تدني يا أختي. والنبي ما أنا عارفة، ده أنا طلبته كتير قوي، موبايله مقفول. بقول لكم إيه، ما تقوموا إحنا يلا ناكل، وهو زمانه جاي هيدخل علينا ويلاقينا على الترابيزة. أنا متأكدة إن حماته بتحبه. خلاص بقى يا حنين، هتفضلي زعلانه كده؟ خلاص اللي حصل حصل بقى، انت علقه تفوت ولا حد يموت، الخيبه دي. الحمد لله. انسه حنين دي واحده لو سمحت. طيب روحوا وانا احصلكم. نستناكي ولا نركب احنا؟ لا لو المترو جه كده انا هاخد اللي بعده. اوكي ماشي. سلام. ترابيزه 5 انا هاخد الباقي. انا اسف لو كنت فاجئتك، بس انا حسيت ان يعني حصل لك مشكله النهارده، فكنت حابه اطمن عليك. سلمي لي على نادر قوي يا منيره، وقولوا له ان خالتك زعلانه منك. ده انا هبهدله بس اما يجي. والله اكيد يا ناهد غصب عنه، اصل هو شغله صعب قوي، ده ساعات بيبات لحد الصبح في المكتب بتاعه. الله يكون في عون اللي هتكون من نصيب. يلا يا جيهان ابوك هيطين عيشتنا، الساعه قربت على 10. طيب مع السلامه بقى يا خالته، ابي سلمي لي على نادر لما يجي. الله يسلمك يا حبيبتي. على السلامه حبيبتي. على السلامه يا حبيبتي. الف سلامه. على السلامه. الله يكسفك يا نادر. يظهر ان كل ما بتشوفيني بيحصل لك مشكله اكبر. لا خالص ما تكبرش الموضوع، انا اللي عايشه في القرف ده من زمان. حقك عليا، انا اسف. اسف على ايه؟ يعني على اني مش عارف اعمل لك اي حاجه في المشاكل دي. لا خالص، انت مش عارف انا ارتحت ازاي لما اتكلمت معاك. طب كويس، هيبقى طلع لي اي فايده بدل ما كله مشاكل وقلق كده. ممكن اخد رقم تليفونك؟ يعني عشان لو جه حد يضربني تاني اكلمك تيجي تنقذيني على طول. تصدق بالله انت دمك خفيف. والله انت ما عندك دم. معلش يا ماما اتشغلت ونسيت الموضوع ده خالص. طب والمحروق اللي اسمه الموبايل اللي معاك؟ سكوتي مش قطع شحن وما لقيتش شاحن. ما انا عارفاك، هو انا هخلص معاك. معلش انا هتصل لك بخالته وهصالحها. خالته بس؟ طب والبت الغلبانة اللي وقفت بنفسها تعمل لك الأكل بإيديها؟ وجيهان كمان هكلمها وصالحها يا كمان. في حاجة تاني؟ والله العظيم أنا لو منها ما بص في وشك تاني. أنا مش عارفة البت دي مستحملة عمايلك دي على إيه. ربنا يديم المعروف يا أبو نادر. لعلمك بقى محدش هيستحمل عشتك المنيلة دي غير البت الغلبانة دي. وعايزة أنصحك نصيحة، لما تيجي تتجوز تاخد اللي بتحبك مش اللي أنت بتحبها. ربنا يتوب علينا بقى من العيشة المنيلة دي. يا واد افهم بقى، اهم حاجه في الست انها تستحمل جوزها، ومحدش هيستحملك غير اللي بتحبك. يا ماما يا حبيبتي ريحي نفسك من الموضوع اللي بتفكري فيه انت وخالته ده، لانه مش هيحصل.
ليه بقى ان شاء الله؟ لان جهاد دي زي اختي الصغيره، مش هقدر اشوفها غير كده. بلاش كلام اهبل، انت ما عندكش اخوات، وبعدين انت لو لفيت الدنيا كلها مش هتلاقي ضفيره. دي حقيقه، جهاد دي احسن واحده في الدنيا وتستاهل واحد احسن مني. تصبح على خير يا حبيبتي. عامل ايه في الواد ده يا ربي؟ استغفر الله العظيم يا رب. الو، انا عارف انك اكيد زهقتي مني النهارده، بس انا مش هطول عليكي والله. كنت عايز اطمن بس ان انت وصلتي بالسلامه. لا الحمد لله انا وصلت وغيرته في السرير كمان. طب وانتي احسن دلوقتي؟ الحمد لله احسن كتير. طيب مش هطول عليكي بقى، تصبحي على خير. ماشي. وانت من اهله نادر؟ ايوه. انا كنت عايزه اقول لك حاجه. ايه؟ شكرا قوي على اللي انت عملته معايا النهارده كده. نبقى خالصين بقى. لا مش حكايه خالصين، بس بص بقى من غير كلام كتير، ما فيش حاجه اقولها، متشكره وخلاص. ماشي، تصبح على خير. كنت من اهل. عارف يا حمادة ايه اكتر حاجة بتقفلني من الشرب؟ ايه يا كبير؟ انه بيخليني اقعد مع اشكال زيك. الله، هي طلبت معاك قلة ادب ولا ايه؟ تاخد لك نفسين كمان يمكن تتربى. امسك، انا تعبت. تعبان من ايه بس يا حبيبي؟ الف سلام عليك، مالك؟ مش بهزر يا، انا حاسس ان انا مش عارف اخد نفسي. فيها اشرف، مالك انت وشك اصفر كده ليه؟ قوم اجيب لك حته جبنه قديمه. هو مغسل وش. طب قوم قوم وفوق كده.